مكان وكان له في الحضور عنوان، دلوقتي أصبح أثر تاريخه يحكي اللي كان، هرم مسلة ومئذنة وتاريخ كبير وزمان، فرعنا ومقدون وصين ومن الرومان واليونان، حنزور مكان ومكان وإحنا بصحبة فلان. صوت العرب من القاهرة يقدم زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان، معكم فيها اليوم معكم مصطفى كامل الباحث في التراث الشعبي. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين. هنبدأ جولتنا النهاردة في منطقة الدرب الأحمر، وفن هناخد فنون جميلة جدا هنتعرف عليها زي فن الخيامية والنجارة العربي، اللي منها بتنبثق منها عدة فنون زي الخراطة العربي والصدف والتطعيم بالصدف والأيمة العربي، وأيضا حرفة السنان طرابيش والنجارة البلدي. النهاردة طبعا هنتعرف على طبيعة المكان، يعني منطقة الدرب الأحمر أو المنطقة الثقافية دي مليئة بالآثار الإسلامية الكثيرة اللي بتترك تأثير كبير جدا على الناس، وأيضا على الفنانين اللي موجودين اللي بيخرجونا الكثير من الحرف التقليدية الجميلة اللي مليئة بالتراث الإسلامي والتراث القبطي والتراث للحضارة المصرية القديمة، ومنها فن الخيامية. طبعا فن الخيامية هو فن نسجي بيعتمد على النسيج وعلى الغرز وعلى الجماليات بتاعة الفنان المصري اللي قدر بفلسفته، اللي بيسيطر على المادة الخام وبيقدر ياخد من البيئة والعالم المحيط بيه ويحول هذه الإدراكات البصرية اللي بيراها على الآثار الإسلامية إلى شكل مادي متمثل في منتجاته المختلفة، زي مثلا فن الخيامية. طبعا اللي بيتجول عند باب زويلة كده هيلاقي شارع الخيامية أو قصبة رضوان. طبعا منطقة الخيامية مليئة بالفنانين الجمال جدا، وهو الشارع الوحيد اللي يعتبر في العالم كله يطلق عليه هذا الاسم، اسم الخيامية، نظرا طبعا لهذه الحرفة اللي موجودة من زمن بعيد. وطبعا كتير جدا من لو نزلتوا حضراتكم تاخدوا جولة جميلة كده في منطقة الخيامية هنلاقي اللي كل واحد فيهم ليه ثقافته البصرية اللي بيقدر يتعامل بيها مع المنتج اللي بيخرجه. يعني مثلا في منهم من الفنانين الموجودين اللي بيعمل حاجات من الحضارة المصرية القديمة، اللي بياخد طبعا من الحضارة المصرية القديمة، مثلا بياخد إيزيس، بياخد مثلا أسطورة أوزير، بياخد مثلا محاكمة أوزير المحكمة الموجودة والميزان، بياخد طبعا علامة العنخ، كل ديت بياخدها، بياخد المفردات الثقافية للحضارة المصرية القديمة ويبدأ اللي هو بيعيدها مرة أخرى من خلال هذه اللوحات على الخيامية. أيضا بياخد طبعا في فنانين آخرين بياخدوا من الحضارة أو الفن القبطي وبيقدر بيطلع زي الأيقونات، زي كاتب الأيقونة كده بس موجود طبعا على الخيامية. وأيضا في المنتجات أخرى مع فنانين آخرين بيعملوا الفنون الإسلامية، وقدرت المكان ده طبعا مليان أو مليء بالعمارة الإسلامية، بنشوف
كتير جدا من الفنانين بيأخذوا من هذه الأثار الموجودة المحيطة بهم مفردات موجودة مثلا على المداخل التذكارية لهذه المساجد والخنقوات، ويبدأوا اللي هم يعيدوا استخدامها على منتجاتهم. يعني مثلا في لوحة لا إله إلا الله محمد رسول الله مكتوبة بالخط الكوفي المربع على مسجد المؤيد شيخ، هنلاقيها بعد كده هنلاقيها موجودة على المنتجات بتاعة فنانين الخيامية. هنلاقي مثلا قصص شعبية، وده الجديد اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، اللي في قصص شعبية كنا بنسمعها زي قصة جحا، تمام، دي موجودة على برضو موجودة على المنتجات الخيامية. بعد ما بناخد جولة الخيامية بنخش على بوابة زويلة وبنعديها، وأول حارة بنقابلها من بعد حارة زويلة اللي هي اسمها حارة الحمام، بنخشها بنلاقي أقدم نجار عربي موجود في مصر، والحاج حسني أبو زيد. وطبعا عيلة أبو زيد معروفة بالنجار العربي وتاريخها الكبير جدا في النجار العربي. النجار العربي طبعا أنا قلت الفنان دايما بياخد من المعتقد بتاعه وبيبدأ اللي هو يزين ويزخرف، وهذه المنتجات بيبدأ يدخل في هذه المنتجات المعتقدات بتاعته. زي مثلا لو في نجار مسيحي هو بيطلع هذا المعتقد بتاعه أو العقيدة بتاعته بيطلعها في المنتج بتاعه، أما النجار العربي المسلم بيطلع العقيدة بتاعته في هذه النجارة، في شغل طبعا المشربيات وفي شغل أبواب المساجد. وزي مثلا المنابر، طبعا عم حسن أبو زيد هو من أقدم الناس الموجودة في مصر وفي الوطن العربي في صناعة المنابر، وطبعا المنابر أيضا بتحمل ثقافة كبيرة جدا عند المسلمين. طبعا الخطيب بتاع الجمعة بيخطب عليها، وغير كده كمان بيبقى عليها آيات قرآنية، وعلى طبعا الزخارف والنقوش اللي موجودة عليها، وكان بيزين عليها طبعا، وكان بيكتب عليها أيضا اسم الحرفي اللي موجود أو النجار اللي اشتغل عليها. النجار العربي أيضا بيخرج منها التطعيم بالصدف، وبيخرج منها أيضا الخراطة العربي اللي هي المخرطة اللي كانت الأول زمان كان بيشتغلوا عليها بالقوس، بعد كده أصبحت بالكهرباء بتضرب الكهرباء، ودلوقتي دخلت فيها ايضا مكنة اسمها مكنة السي ان سي. ولكن الخرط العربي طبعا بيطلع كتير جدا من الاعمال الفنية الرائعة المتمثلة في المشربيات، زي ما احنا بنشوفها في البيوت القديمة وعندنا في منطقة الدرب الاحمر. طبعا بعد كده بنسيب الحاج حسن ابو زيد وبننتقل الى الحاج محمد ابو المكارم، وهو سنان مقصات السجاد الوحيد الباقي من سنانين المقصات القدام جدا. الحاج محمد ابو المكارم سنه طبعا 77 سنة، ويعتبر هو اقدم سنان موجود دلوقتي في المكان ويعتبر في مصر. بيسن على الطريقة القديمة على الحجر، وطبعا لما الانسان بيزور ويشوف هذه الاماكن التراثية ويلتقي بهؤلاء الناس، وطبعا بيشوف الحاج محمد ابو المكارم ويشوف طبعا ثقافته الشعبية اللي تلقاها من هو صغير من الشارع ومن الناس اللي قابلهم، هيعرف اللي هو فعلا فعلا يعني التقى بشخص عظيم جدا بيحكي عن قصته ووريك صورته وهو صغير وهو شغال وبيوريك المنتجات اللي هو بيخرجها. أه
بعد ما بنسيب الحاج محمد ابو المكارم بنروح لصناعه اخرى او مهنه اخرى، وهو طبعا الطرابيش، الحاج احمد الطرابيشي وعم عماد موجودين هناك طبعا بيستخدم الطرابيش. والطرابيش دلوقتي هو طبعا هو هي مش موجوده بكثره، هي بس المحل، يعتبر المحل الوحيد في مدينه القاهره، وطبعا هو من اقدم المحلات اللي موجوده هناك، وهو طبعا معتمد اعتماد كبير جدا على الازهر الشريف. وبعد كده بنشوف بقى حركه السوق، بنشوف الناس يعني بيتعاملوا ازاي مع السائحين، لان طبعا المنطقه دي مليئه بالحركه التجار، وطبعا مليئه بالحرفيين، يعني يعتبر 90% من الحرفيين الموجودين هناك هم شغالين في النجارة العربي او النجارة البلدي، ولكن 10% الباقيين ما بين الخيامية وما بين الجلود في المنطقة دي تحديدا. يعني كمان عايزين نشوف ليه منطقة الدرب الأحمر كانت مشهورة بالحرف، وليه الفنان قدر اللي هو يبقى فيه تلاقي ويبقى فيه تأثير وتأثر ما بينه وما بين المنطقة، وإن كانت المنطقة دي أصلا كانت السلاطين والأمراء والبشوات بيسكنوا فيها، وكان طبعا ارتباط الناس طبعا أيضا بالموالد الشعبية وبالأكلات الشعبية وبالثقافة الشعبية عموما اللي موجودة في المكان، إن المكان مليء جدا بالعادات والمعتقدات والأدب الشعبي والسير والموالد اللي كانت بتتعمل، فطبعا ده كله أسرى المكان، بقى فيه المكان بقى ساري جدا جدا بالثقافة الشعبية والفنون الشعبية والأمثلة الشعبية، كل الكلام دوت موجود في منطقة الدرب الأحمر. كمان الفنون دي كلها ارتبطت ببعضها البعض. طبعا الفنون دي نيجي نتكلم في البداية عنها، نقول الحرف التقليدية هي ممتدة من عصر ما قبل الأسرات في الحضارة المصرية القديمة، واللي ازاي الإنسان قدر ياخد من الطبيعة ومن البيئة المحيطة به ويبدأ يشكل هذه التشكيلات عشان يقدر يعيش ويقدر اللي هو يتعامل مع البيئة المحيطة به، فأخذ يبقى عنده إدراك بصري، يبقى عنده ثقافة بصرية، بيقدر يبص ويتأمل في المخلوقات ويتأمل في الكون، بعد كده يبدأ يطلع هذه الفنون والمنتجات، وطبعا بيبقى ليها وظائف نفعية زي ما الفن ليه وظيفة نفعية ووظيفة جمالية، وظيفة أيضا هي وظيفة اعتقادية. كمان الحضارة المصرية القديمة قدرت اللي هي تؤثر على الحضارات الأخرى اللي جت بعد كده، من حضارة يونانية رومانية، الحضارة القبطية، الحضارة الإسلامية، كل دوت هو أخذ من فنون الحضارة المصرية القديمة، وكان في مدارس فنية جميلة جدا كانت موجودة في الحضارة المصرية القديمة زي المدرسة المنفية اللي هي كانت في مدينة منف، دي كانت بتعمل التماثيل بتاعتها في لمحة مثالية، ولمحة يعني كان التصوير أو المنحوتات والتماثيل اللي كانت موجودة في الوقت دوت كانت بهيئة مثالية بتنبض بالحياة، نلاقي التمثال ملامحه واضحة جدا، ما فيهاش عبوس، فيها يعني ابتسامة بسيطة جدا على التمثال، بنلاقي العضلات والتشريح نفسه بتاع الجسم واضح جدا جدا جدا. بعد كده ظهرت المدرسة الواقعية، المدرسة الواقعية في مدينة طيبة في الأقصر، دي كانت بتعبر عن الإنسان زي ما هو، حاجة واقعية يعني، لو مثلا لو تمثال مثلا للملك عابس بيطلعوه فعلا كده التجاعيد بتاعت الوش، ما بيطلعوش بهيئة مثالية قوي. بعد كده ظهرت المدرسة الكلاسيكية اللي جمعت ما بين الاتنين، اللي تقدر بعد كده تشوف التماثيل فيها من المدرسة المنفية وفيها من المدرسة الواقعية الطيبية. بعد كده ظهرت المدرسة الأتونية اللي فيها تحرر. بعد كده طبعا الفنون أخذت من الحضارة المصرية القديمة، يعني مثلا بعد كده العصر اليوناني الروماني وظهور بورتريهات الفيوم، وبعد كده من البورتريهات دي عملوا بعد كده الأيقونات في الفن القبطي،
وبنشوف طبعا الجمال كله. اللي هيزور معانا في مرة من المرات المتحف القبطي هيقدر يشوف التراث الشعب المسيحي والعقيدة، وازاي قدرت العقيدة تجبر الفنان من جواها يبقى فيه تأثير وتأثر ما بينه وما بين البيئة وما بين العقيدة بتاعته وما بين اللي هو يخلد أعماله في منتجات خالدة حتى الآن. بعد كده طبعا في الفن الإسلامي كان ليه رونق خاص، يعني انه قدر انه يهضم كل هذه الحضارات تبقى كلها موجودة جوه الفن الإسلامي. هنشوف مثلا فوق الخوذات بتاعت القباب هنلاقي عليها علامة المية اللي هي الزجزاج دوت، موجود في الحضارة المصرية القديمة بيعبر عن موجة المية. هنلاقي طبعا زخارف هندسية موجودة على القباب، هنلاقي على المآذن اللي بيحب جدا الصعود للمآذن هيشوف حاجات جميلة جدا من فوق، لان المآذن لما بنيجي نطلعها من فوق بنشوف حركة الشارع، بنشوف الاثار المجاورة، بناخد لقطات من فوق بالكاميرا بتبقى مختلفة تماما عن ما بنبقى واقفين في الشارع وناخد هذه اللقطات، وطبعا بتبقى ذكرى جميلة جدا. وبنشوف طبعا الزخارف الهندسية والنقوش الكتابية طبعا اللي موجودة طبعا بالخط العربي طبعا بأشكاله المتعددة، من خط ثلث مملوكي لخط ديواني لخط النسخ لخط الرقعة، كل هذه الخطوط بتبقى موجودة بخط الغائر طبعا والبارز، بالحفر الغائر والبارز على واجهات المساجد والمدارس والخنقاوات وأيضا الحمامات الشعبية اللي موجودة في المنطقة ومنطقة الدرب الأحمر. ايضا المنطقة دي بتسيب جوه القاطنين فيها والساكنين فيها حاجة جميلة جدا اللي بتبقى فيه علاقة ما بينك وما بين الاثر، واحنا اطفال واحنا ماشيين في منطقة الدرب الاحمر واحنا بنلعب في الشارع بنشوف هذه العلاقة الجميلة اللي بينك وما بين الاثر وما بينك وما بين تذوقك لهذا الاثر والفنون اللي موجودة عليه. الواحد يتأمل هذه الزخارف ويشوف هل ممكن نعيدها مرة أخرى من خلال طبعا الرسم، من خلال لو الإنسان بيعمل فن تشكيلي بيشوف بيعيد، لأن دي بتأثر على الثقافة البصرية للأطفال. ومن هنا احنا بنقول اللي برضو تلك الفنون محتاجة لتبسيط للطفل نفسه علشان يعرف يعني ايه خيامية، يعني ايه نجار عربي، يعني ايه مثلا النقش على النحاس، اسلوب النقش على النحاس او اسلوب التكفيت. كل الكلام ده محتاج تبسيط، وانا كنت بسطت قبل كده 9 قصص للاطفال بيتكلموا عن تبسيط الحرف التقليدية اللي موجودة في منطقة الدرب الاحمر ومنطقة القاهرة التاريخية عموما، كلها مليئة بالحرف التقليدية في محاولة اللي انا بعمل انصهار ما بين الحرفيين وما بين الاطفال نفسهم علشان الطفل يبقى عنده مدرك بهذه الفنون ومدرك بأهمية تاريخ المصري اللي عبر التاريخ قدر الفنان المصري قدر يسيطر على المادة الخام اللي موجودة حواليه ويعيدها مرة أخرى في نتاج مادي متمثل في المنتجات المختلفة اللي هو بيطلعها، من أول طبعا ما بتبقى مادة خام واللي هو بعد كده بيستخدمها بقى في موضوعاته، الموضوعات اللي هو بيطرحها طبعا امام المتلقيين او امام المتذوقين بيستخدمها طبعا عن طريق الادوات المستخدمة اللي هو بيستخدمها، لان كل حرفة زي ما اتفقنا سواء خيامية او نجارة عربي او طرابيش او نحاس، كل المواد او الاعمال الجصية كل واحدة بتبقى ليها ادوات معينة وايضا ثقافة معينة، وبرضو محتاجة تعليم بيبقى داخل الورش دي بيبقى مختلف، لان انا بعرف نظام الحرفة دي كلها من داخل الورش ذات نفسه، يعني عشان اعرف الحرفة دي رايحة فين وبتتسوق ازاي وايه لغة الحرفيين اللي بيستخدموها في الشارع وما بينهم وما بين بعض
والحالات الاجتماعية ويشوفوا النظام ده نظام يا جماعة، ده نظام اجتماعي خاص جدا بالحرف التقليدية، لأن كل حرفة بيبقى ليها نظام محدد مرتبطة بيه، ودي طبعا هي موروثة أبا عن جد، لأن طبعا النجار العربي من أشهر العائلات اللي موجودة فيها هي عائلة أبو زيد، وفي أيضا السجاد اليدوي. كل حرفة من هذه الحرف اللي احنا قابلناها في جولة النهاردة، سواء من الخيامية أو النجار العربي أو السنان أو الطرابيش، كل هذه الفنون في مكان واحد، هي منطقة الدرب الأحمر، المنطقة الثقافية الجميلة المليئة بالعادات والمعتقدات والأدب الشعبي والثقافة الشعبية، ومليانة بالفنون الشعبية الجميلة اللي احنا بنحاول بقدر الإمكان اللي احنا نعلمها الأطفال، يشوفوا دوت في المدارس، يشوفوا دوت حواليهم، يقدروا يبقى عندهم ثقافة بصرية. وطبعا الحرف التقليدية لو جينا نروح في رحلة جميلة جدا مع المصري القديم، هنلاقي اللي هو قدر يطوع مثلا زي ما اتكلمنا عن الجولة في الدرب الأحمر، بنتكلم عن النجار العربي. طب النجار العربي دي جات ازاي، او النجار عموما جات ازاي؟ طبعا المصري القديم زي ما قلت لحضراتكم كان ليه فلسفة خاصة وليه المعتقد الخاص به، فقدر طبعا اللي هو يستخدم الأخشاب، وقدر اللي هو يستوردها من جوبيل في لبنان في عصر الملك سنفرو، لكن هي أصلا الأخشاب كانت موجودة قبل كده كمادة خام، لكن الأخشاب اللي موجودة في مصر ليها يعني زي خشب الصنط أو كده مش بيستحمل قوي الشغل يعني، فقدروا اللي هم يستوردوا هذه الأخشاب من جوبيل وغيرها علشان بعد كده يقدر يشكل بيها المنتجات بتاعته، يقدر يشكل بيها طبعا السفن، زي السفن الكبيرة اللي موجودة زي مراكب دهشور مثلا، او مراكب مثلا بتاعت اللي اطلقوا عليها مراكب الشمس او مراكب خوفو. ايضا طلع تمثال من الخشب، تمثال بديع جدا وهو موجود في المتحف المصري، وهو تمثال شيخ البلد. تمثال شيخ البلد او كاعبر دوت كان كاهن في معبد منف، وقدروا اللي هم يعني يشكلوا في هيئة إنسان، وسبحان الله يعني اللي يزور المتحف المصري ويشوف هذا الإبداع في هذا التمثال هنلاقيه اللي هو ينبض بالحياة، تحس اللي واقف قدامك التمثال بتاع كاعبر أو شيخ البلد، تحس اللي هو بيكلمك باصص لك، تحس اللي هو فيه ما بينه وما بينك صلة قرابة، لأنه من أجدادنا المصريين القدماء. قدر بعد كده الفنان المصري اللي هو يطوع هذه الخامة الخشبية في أعماله بقى، زي موجود مثلا برضو في المتحف المصري بالتحرير، موجود مع باب وهمي من الخشب لإيكا، واحد صاحب هذه المقبرة اسمه إيكا، وعليه الخط الهيروغليفي، قدر اللي هو بيشكل عليه الكتابة بالخط الهيروغليفي. وطبعا في منتجات كتيرة جدا، اللي حابب طبعا يزور المتحف المصري في التحرير هيلاقي منتجات كتيرة جدا، تماثيل خشبية، ولان الاخشاب استخدمها في حياته اليومية. بعد كده هنشوفها موجودة طبعا في الكنائس، هنلاقي مثلا الامبل الخشبي، الامبل ده عامل زي بالظبط عامل زي المنبر، زيه بالظبط، موجود من الاخشاب. هنلاقي الابواب اللي موجودة، هنلاقي الصلبان موجودة برضو بالخشب. بعد كده برضو في الفن الاسلامي هنلاقي الابواب الكبيرة معمولة من الاخشاب، هنلاقي المشربيات، هنلاقي كمان المصاحف، هنلاقي في الكتبيات، في كتبية موجودة في المتحف الإسلامي، كتبية بتاعت الظاهر برقوق، الكتبية دي زي المكتبة كده بالظبط، ولكن مطعمة بالعاج وبالصدف، شكلها تحفة جميل جدا جدا. وأيضا مكان الأماكن الحفظ المصحف كان بيتم برضو
في أجزاء خشبية من ثلاثة أجزاء موجودة، كل جزء من هذه المكان حفظ القرآن بيتكون من 10 أجزاء، يعني كل مكان موجود جوه هذه المكان الحفظ بتاع القرآن الكريم موجود كده زي مكان كده زي مصحف أو مكان لمصحف، مع كل مكان فيه 10 أجزاء، تمام. وبعد كده طبعا النجارين طبعا في هذه المنطقة، منطقة الدرب الأحمر هي مشهورة جدا بالنجارة، القرب المادة الخام، كمان المادة الخام بتبقى سهلة الانتقال لأن احنا يعتبر في وسط البلد. صديقاتي وأصدقائي، احنا كده خلصنا جولة النهاردة اللي كانت في منطقة الدرب الأحمر والحرف التقليدية اللي موجودة فيها. اتكلمنا النهاردة عن فن الخيامية وأشهر الموتيفات الموجودة فيها والحرفيين وأساليبهم في هذا الفن، واتكلمنا برضو عن النجارة العربي وارتباطها بالمعتقد الإسلامي، وعن النجارة عموما من الحضارة المصرية القديمة حتى وصولها إلينا الآن، وعن أهم اللقى الأثرية اللي مرتبطة بالنجارة، واتكلمنا برضو عن مهنة السنان وعن حرفة الطرابيش وعن الثقافة الشعبية لهذه المنطقة الثقافية. شكرا لحضراتكم أعزائي المستمعين، كنت معكم مصطفى كامل الباحث في التراث الشعبي وبرنامج زيارة لمكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين.